أهلا بكم في دار الخبر، جدا سعيد بلقائكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، بغيت غير نشكر مرة أخرى كل الإخوان اللي صيفطوا لي اللوغوات ديال القناة، عجبوني كلهم وكلهم زوينين، حتى الجنود الخفاء الفريق ديال دار الخبر كلهم عجبوهم بلا استثناء، وراني غادي نحطهم الصفحة ديالنا الفيسبوك باش المشتركين في القناة يصوتوا عليهم، وانتوما اللي غتختاروا شكون هو اللوغو اللي غادي نعتمدوه اللوغو الرسمي. مضى 120 سنة من حياته مسافرا متجولا في ترحال مستمر، زار 44 بلد، التقى ب 60 حاكم، وقطع أكثر من 120 ألف كيلومتر. إنه الرحالة المغربي الطنجي، المؤرخ والشاعر والقاضي والرحالة والجغرافي والفقيه، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الواتي الطنجي، الملقب بابن بطوطة. أهلا بكم. ابن بطوطة تزاد في سنة 1304 في مدينة طنجة، عنده لقب ثاني هو أبو عبد الله، الاسم ديالو الكامل هو محمد بن عبد الله بن محمد الواتي الطنجي. لماذا الواتي؟ لأنه من قبيلة الواتة الأمازيغية، والطنجي لأنه طنجاوي من مواليد مدينة طنجة المغربية، فحق لأهل مدينة طنجة أن يفخروا بابن مدينتهم. وبالنسبة لابن بطوطة هناك رأيان، كاين رأي كيقول بأن ابن بطوطة تحريف لمو اللي كانت سميتها فطومة، ابن فطومة بدات كتبدل حتى ولات ابن بطوطة، لكن هناك رأي آخر اللي كيقول أن عنده واحد الجد سميته ابن بطوطة، هو ترعرع في أسرة ديال القضاة الشرعيين، باه وجدودو كلهم قضاة، هذاك هو كان الخط اللي كان الأب ديالو كان كيتمناه يكون عليه، اللي غادي ياخذه فيما بعد. قرا في الكتاب وقرا شويه دراسات اسلاميه على المذهب المالكي، لكن الشغف ديالو بالرحلات والحلم ديالو انه يسافر ويشوف البلاد ديال العالم خلاته انه ما كملش الدراسات ديالو، وهكذا غادي يخرج، غادي يدير اول رحله وغادي يخرج من المدينه ديالو طنجه في سنه 1325، وكان السن ديالو 21 سنه. هناك تقريبا ثلاثة ديال الأسباب خلاته يختار هذا الطريق هذا. السبب الأول أن الأفاق ديالو كانت واسعة، ما كانش باغي غير يولي قاضي ويأخذ المنصب ويعيش يدير بحال الآباء والأجداد ديالو، كان بغى حاجة أخرى، بغى يكون قاضي لكن في نفس الوقت بغى يكون كذلك رحالة ويشوف العالم بأسره، فكان هناك الشغف. كذلك هو قرأ الكتب ديال أدب الرحلات، بما أنه كان عنده شغف بالترحال والتجوال والسفر، طالع على كتب رحلات وخصوصا كتابين. الكتاب الأول هو المسالك والممالك لابن خردادبة، والكتاب الثاني هو مسالك والممالك الاستخري. هذا الكتابين قراهم ابن بطوطة وزادوا فيه ديك الرغبة ديال الترحال، لكن شنو الحادثة اللي غادا تأكد هذا الرغبة ديالو وغادي تخليه ينطلق ويأخذ القرار؟ انه شاف واحد الرؤية، كان واحد النهار ناعس، انه على ظهر واحد الطائر، وداك الطائر طار به شرقا وحطو في شي بلاد تما ورجع في حالته. هناك ناض في الصباح، دات في ديك الرغبة ديالو في السفر انها تمر من النظرية الى التطبيق، كان دائما كيفكر انه خصو يسافر ويجول، خدا القرار وقال ان البداية ديالو في السفر تكون هي الحج، يتم مناسك الحج. بالفعل في واحد النهار من 1325، السن ديالو 21 سنة، ود عمو والاب ديالو اتجه شرقا نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة. هو كان غادي بوحده، ابن بطوطة دائما كان سيسافر بوحده، الانطلاقة ديالو كانت على ظهر حمار. فالطريقة اللي كانوا الناس كيفاش كيديروا يمشيوا الحج، ان اللي كيمشي بوحده كيحاول في اقرب وقت ينضم الى قافلة، لأن طريق الحج كان طريق خطير، كانوا فيه قطاع الطرق وكانوا فيه المجرمين، وخصوصا البدو ما كانش عندهم موارد باش يعيشوا، فكانوا كيعيشوا من السرقة والسطو والهجوم على القافلات ديال الحج. ابن بطوطة ما كانش كيخاف، فغامر، وما كانش عنده المال، ما هاش معاه يعني المال اللي غادي يكفيه، هاكا توكل على الله وخلاه على الله وشد الطريق. الطريق ديالو تلقى مع واحد السيد من أهل فاس وبغى يجوجو البنت ديالو، لكن اختلف معاه ابن بطوطة ورد ليه بنته، وفي مدينة صفاقس في تونس غادي يتزوج أول مرة، غادي يختار واحد العروس تما ما بين زيجات
كثيرة ومتعددة غادي نشوفوها فيما بعد. هتزوج واحد العروس من صفاقس وغادي يكمل الطريق ديالو، داز من الجزائر، تونس، ليبيا، دخل مصر، مصر دخل الإسكندرية، عجبته الإسكندرية بزاف، جلس فيها تقريبا أسبوعين، من بعد نزل القاهرة. هادشي في العهد ديال الحكم ديال المماليك، نزل القاهرة جلس فيها تقريبا شهر. القاهرة عجبته بزاف، وصفها بواحد الوصفين اللي مازالوا كينطبقوا على مدينة القاهرة إلى هذا اليوم، إنها مدينة عظيمة وكبيرة، ولاحظ بأنها مزدحمة. ولحد الآن مدينة القاهرة هي أكبر مدينة إفريقية، ميتروبول كبيرة ومزدحمة، فيها تقريبا 20 مليون نسمة، فلازالت نفس المواصفات، لكن عجبته بزاف لأنها كبيرة وضخمة وفيها المباني، وعجبوا فيها الشكل ديال المساجد ديالها. ومن ثم غادي يدوز الطريق لمكة. كانوا في ذاك الوقت 3 ديال الطرقات، هو غادي يختار طريق رابع ما كيمشي ليه حتى شي واحد. هنا باش نعرفوا العقلية ديال ابن بطوطة، كان بغي دائما الاكتشاف والمغامرة ويجرب شي حاجة ما جربها حتى شي واحد، من أجل الحب ديالو في الاكتشاف والشغف ديالو في المعرفة. هذيك الطريق اللي غيشدها بقى غادي يضرب فيها أكثر من 2000 كيلومتر، لكن مني غادي يوصل يقرب الحجاز هناك لقى واحد الثورة، وديك الثورة كانت تقريبا هددت الحياة ديالو، فرجع بحالو حتى القاهرة، ومن القاهرة غادي يعاود يمشي لمكة عن طريق الشام، يدوز على فلسطين ولبنان وسوريا، وغادي يطلع عاد غادي يدوز لمكة. مكة المكرمة عجبته بزاف، وصف الناس ديالها، عجبته النظافة ديالهم، وصف كذلك جمال نساء مكة، عجبوا الجمال ديالهم. غادي يدوز من بعد العراق، وغيشوف الموصل وكوفة، غينزل تحت عند سلطنة عمان، وغادي عاود تاني يرجع لمكة، غادي يحج الحجة الثانية، ومن بعد غادي ينزل اليمن، وغادي يشوف عدن وصنعاء، ومن عدن غادي يدوز القرن الإفريقي عند الصومال وإريتريا وإثيوبيا، وغادي ينزل تحت كذلك، وغادي يطلع عاوتاني للسودان. فهذه الرحلة الأولى اللي غادي يخرج سنة 1325 باش كان في عمر 21 سنة، ما غادي يرجع للمغرب من بعد 24 سنة. إن ابن بطوطة من النهار اللي خرج من مدينة طنجة تجاه ديال الحج، كان الغرض ديالو ماشي غير الحج بل تعلم العلم، رغم انه ما كملش الدراسه ديالو الدينيه الشرعيه في المغرب ويحقق الحلم ديال الاب ديالو انه يصبح قاضي، لكن في نفس الوقت هو كيسافر، هو كيشد الطريق، كان يستغل دائما هاد المسافات، انه في ماكينه شي محطه اللي كاينه فيها الامكانيه ديال انه يتعلم العلم، كان يوقف تما وكيجلس وكيدوز المده تما حتى كياخذ العلم من عند العالم المشهور في ديك المنطقه، ولا الفقيه. شحال ما خذا ليه ديال الوقت، 4 شهور، 10 شهور، عامين، ما عندوش مشكله. وانا قلت بان الرحله الاولى استمرت 24 سنه. هاد المحطات كلها اللي كانت يوقف فيها، سواء وقف في الكوفه ولا في دمشق ولا في مكه، دائما كيستغلها انه باش يتعلم العلم الشرعي والفقه. بالفعل اصبح ابن بطوطه فقيه، واصبح قاضي شرعي، ومن يمشي الهند كان جاهز وعنده العلم وعنده القضاء الشرعي، يعني كان قاضي شرعي. فمن يمشي الهند اعطاه السلطان الهند منصب القاضي القضاة ديال الهند، ومارس هاد المهنه هذه 10 سنوات. ومن بعد هاد السلطان الهندي غادي يختاروا السفير ديالو في الصين، غادي يمشي تما للصين، مشى لديك المنطقة اللي كانوا فيها المسلمين في الصين، وتما استقر وكان سفير ديال السلطان الهندي تما، واستغل وكان كيسافر في الصين، وكان كيستغل دائما الفرصة انه كان يسافر. والمؤرخين عرفوه بانه داز الدول الاسكندنافية، لانه وصف طلع فوق اذربيجان، وداز فوق البحر قزوين، ومشتاجه شمالا ناحية الغربية، وديك الساعة وصف ذاك المكان انه الضوء الشمس كان في النهار كان غير ساعتين ولا 3 ساعات. فهناك المؤرخين قال لك دي هذا راه وصل لسكندنافيا. مور ما سال من الصين قرر عاوتاني يدير الحجه ديالو، تقريبا داك الوقت ديال الحجه الثالثه. ومن بعد من مكه قرر يرجع للمغرب الزياره ديالو الاولى. من تما جلس واحد العام تقريبا، هو يدخل ويطلع الغرناطة الأندلس، نزل على نهر النيجر عبر تيمبوكتو، غادي يقرب يفوت النيجر وينزل جنوبا. وجاته رسالة من عند السلطان أبو عنان المريني، قال لي غادي تدخل تأمره أنه يرجع للمغرب.
بالفعل غادي يرجع عند أبو عينان المريني. في الحقيقة هذا القرار غادي يكون خير على العالم بأسره، أنه غادي يطلب من ابن بطوطة يأرخ ويكتب كاع داكشي اللي شافوه في هذه الثلاث رحلات اللي دارها، وهذا كان قرار عظيم غادي يفيد به البشرية كلها. غادي يطلب من الكاتب ديالو ابن الجزي غادي يقول له انت غادي تكتب داكشي اللي غادي يفتي عليك ابن بطوطة، لان ابن بطوطة ما كانش كيدون وما كانش كيأرخ وما كانش عنده الرغبة انه يكتب. المسألة ديال انه يسافر ويجول في الارض من اجل تلبية الشغف ديالو الشخصي والحب ديالو الشخصي والفضول ديالو من اجل معرفة والتعرف على بلاد العالم. وهكذا كان ابن بطوطة يفتي وكان ابن الجزي يكتب ويدون، وبل ان ابن الجزي هو اللي اختار العنوان تحفة النضار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار. فابن بطوطة ما كانش عنده دخل حتى في العنوان، ما كانش هو اللي هو ما كانش اختاره، لان ما كانش عنده في الذهن ديالو يدون داكشي اللي شاف. منها الرحله الاولى منين خرج من طنجة حتى لرجع تقريبا 25 سنه ربع قرن. فهو جميع هاد المناطق البلاد الاسلاميه اللي كان زارها كان كيتزوج فيها، ابتداء من الزيجه ديالو من مدينه صفاقس التونسيه، تزوج في الهند، تزوج في الصين، تزوج في زنجبار تنزانيا، تزوج في دار السلام، تزوج في مكه، تزوج في تركيا، في الشام، تزوج في العراق. كانت عنده زيجات كثيره ومتعدده، ولكن ابن بطوطة كان منين كياخذ القرار انه حان الوقت انه عاوتاني يشد الرحال ويتحرك، ما كانش كيشوف موراه، ما كانش كيفكر في ديك الزوجة اللي خلاها والأولاد اللي خلاهم. كما قلت الهند استخر فيه 10 سنوات، 10 سنوات غيكون تزوج فيها على الأقل مرة واحدة على الأقل، وعنده أولاد. فهو مني كان تيقرر يشد الطريق كان تيمشي وما كانش يشوفش موراه. وهناك تساؤل، هنا هي الذرية ديالو والزوجات ديالو، ضروري خص شي واحد اللي يبحث في هذه القضية هذه ونعرفوا فين كاينه سلاله ابن بطوطة. وهنا كاين واحد المساله مهمه، السنه ديال الموت ابن بطوطة هي 1377. المشكله الكبيره في التاريخ ديال تاريخ ابن بطوطة ان من سنه 1355 الى سنه 1377 يعني 22 سنه هي فراغ، ما كنعرفوش شنو دار ابن بطوطة في هذه 22 سنة. واش دوز حياته قاضي في شي مدينة من مدن المغرب؟ إلا كنعرفو أنه مات في مدينة مراكش 1377 ودفن في مدينة طنجة مسقط رأسه. وأخيرا بغيت نختم بواحد المقولة جميلة كان فتاها على ابن بطوطة على ابن الجزي، كيقول فيها: جزمت نفسي على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للبكور، وحتى أنا راني مضطر على مفارقتكم على أمل لقائكم في حلقة أخرى من حلقات دار الخبر. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة.